بيتنا ولا في دعم منه، وكان جاب لفريق الشرقيه 200,000 جنيه وينزلها على الفيسبوك. طب ما بدل ما تجيب لفريق الشرقيه هات لاهل دايرتك، انت جبت للشرقيه المحافظه الام اللي كانت بتيجي تتدرب على الملعب هنا حضرتك بتاع ده الملعب اللي مصعد الشرقيه وكانت بتيجي تتدرب هنا، ما كنت تجيب لنادي الانيات اللي هي دايرتك حتى 20,000 جنيه ما تسوناش بالشرقيه المحافظه، هات لنا اي دعم. عايزين حمامات، ما فيش حمامات الناس تخش، ما فيش دكه بدلاء الناس تقعد عليها، المدير الفني بيعاني، البلد كلها بتعاني، والرياضه هي المتنفس الوحيد هنا حضرتك في الانيات، وهي دي اللعبه الشعبيه الاولى في البلد والمتنفس بتاع الناس كلها، وما فيش اي حاجه ولا عملوا لنا اي حاجه. الموقف ما عادش موقف، عاد اسطبل هنا، ولا بنعرف نقعد من الريحه ولا بنعرف نقعد من الوساخه اللي في المكان نفسه. كانوا ابوله هيفتحوا الموقف لغايه اخره، ولا عملوا فتحوا الموقف ولا عملوا حاجه في الموقف. من اول هنا لغايه هنا الدنيا باظت خالص اهي. احنا محتاجين حاجات كتير. انا واحد من الناس عاوز اشتغل، مفيش شغل، اشتغل منين؟ انا قاعد انا وامي واختي، مفيش اي حاجه. احنا نفسنا يكون لهم دور ايجابي، نفسنا نشوفهم، نفسنا نكون على تواصل معاهم، لكن هم طبعا انت عارف الاضراب الانتخابيه لما حد بينجح يكون منتمي البلد بيهتم بها اكتر حاجه على حساب البلد الثانيه. مشكله الكمامه المتراكمه. المشكله الثانيه اللي احنا عايزين نعاني منها وهي مشكله ضعف الكهرباء اللي حتى الان مفيش حل ليها، وتلوث المياه خاصة مياه الشرب. الزبالة والحيوانات رهيبة. احنا بنشتكي من كده. البلد ناقصة حاجة كتير، ومفيش صلة تواصل بيننا وبينه نهائيا. عشان تكون انت حضرتك في الصورة وانا بوصل كلامي ليه؟ انت فين؟ انت ما بتنزلش البلد ليه؟ ما بتجتمعش بشباب البلد ليه؟ حضرتك فين؟ انت ايام الانتخابات كل بتنزل كل واحد كنت بتسلم عليه وبتبوسه وبتحضنه قوي لكنك تعرفه بقالك 100 سنة. من ساعة ما دخلت بقيت عضو مجلس الشعب انت فين؟ والله اجاباته مفعلة فعلا، بس مش لاقي حد يساعد، لان المحافظ من يوم ما يجي ما بينفذلوش اي طلبات. هاني بيه مش هيشتغل لوحده، سيادة المحافظ احنا في قرية الغار ديت فيها نسبة تعليم عالية جدا، ما فيش طرق زي ما انت شفت، ما فيش الرشاح والطلبة والمدرسة، البلد محتاجة خدمات كتيرة جدا. سيادة النائب يعني راجل محترم، وفي نفس الوقت يعني مش هو اللي هيقوم بعمل لوحده، يعني لازم برضه كلنا نشترك معاه تمام في كل حاجه.